السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو جديد في مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب. النهارده بنشتغل جرامر يونت 10، درس سهل جدا، درس متعاد. يعني عايز اقول لك ان الدرسين متعادين، خدناهم قبل كده. فانا شايف ان هي من اسهل اليونتس الموجوده عندنا. طبعا هينزلنا خلاص كمان يومين يونت 11 و12، يبقى احنا الحمد لله خلصنا المنهج، ويبقى كل مهمتنا بعد كده امتحانات شامله. يونت 10 فيها درس اسمه يا شباب ديدكشن، يعني الاستنتاج. درس سهل اسمه الاستنتاج، وباختصار شديد جدا الاستنتاج احنا خدناه في يونت 4. انت واحد صاحبك ما جاش الحصه النهارده، يا ابني هو علي ما جاش ليه؟ مستر علي ده كان سخن امبارح، والواد ده اكيد عيان. ما هو ما جاش النهارده اكيد عيان. طب ماشي. واحد تاني، انا مستر انا راجل ما احبش افتي، ادام مش متاكد هو ممكن يبقى عيان، ربما يكون عيان، ربما انا ما اعرفش، هو ربما يكون عيان. واحد تالت هيقول لك عيان يا مستر، ده كان لسه واقف بره مع ده، الواد ده مزوغ، ده مش ممكن يكون عيان. فانت استخدمت ثلاث حاجات، الواثق من كلامه ومتاكد 100% ان الولد ده عيان، هيستخدم يا رجاله كلمه اسمها ماست بلس الانفينيتيف ماست والمصدر. خلي بالك هنا ماست مش معناها يجب، ده هنا ماست معناها اكيد، الولد ده اكيد عيان، I'm sure، انا متاكد، انا واثق. فده ما واثق يا ابني، I'm sure، بستخدم ماست بلس الانفينيتيف، ده في البريزنت في المضارع والمستقبل. في المضارع والمستقبل بستخدم ماست. هي هاز تو كارز، هو عنده عربيتين، تمام، ربنا يزيده. هي از بيس ريتش، هو اكيد غني، الله يخرب بيتك بتنق عليه. ماشي، ما اكيد راجل عنده عربيتين اكيد غني، يبقى هو ماست بي ريتش، اكيد هو غني، انا متاكد ان هو غني. الولد علي ده بيعمل ايه سنه ثالثه؟ علي سكورز ا لوت اوف جولز، علي بيجيب اجوان كتير، واد نجم، واد عمال يجيب اجوان كتير. هي ا جود بلاير، لعيب كويس، ربنا يزيده، ممتاز، لعيب كويس عمال يجيب اجوان كتير. يبقى المنطق كده يا شباب ان هو ماست بي، اكيد هو ماست بي ا جود بلاير، لعيب كويس. يبقى لما اكون واثق من كلامي، لما اكون متاكد من حاجه، بستخدم كلمه اسمها ماست بلس الانفينيتيف. ماست والمصدر معناها اكيد، ايم شور، انا متاكد، انا واثق، الراجل ده غني، ماست بي. طبعا الفكره ان انت لو في الباست في الماضي، لو انت بتعمل استنتاج في الماضي، تجيب حاجه اسمها ماست بلس هاف بلس الباست بارتيسيب، ماست هاف وتصريف ثالث معناها برضو اكيد، ماست هاف وتصريف ثالث معناها اكيد، ماست هاف وتصريف ثالث. بس دي في الماضي بقى، دي لما اجيب لك جمله استنتاج في الباست في الماضي. انا دلوقتي شايف علي جاي الحصه، وايه بقى منشكح قوي، ده ايه ده الولد هي لوكس هابي، هو يبدو سعيد. ماشي، هو يبدو سعيد دلوقتي. هي از بيس ذا اكزام، هو نجح في الامتحان يسترداي امبارح، ادام جاي فرحان وسعيد يبقى هو نجح في الامتحان بتاع امبارح. خلي بالك انا كده بعمل ديدكشن للماضي، انا ماليش دعوه هو جاي فرحان، انا يا ابني في ايه؟ والله لسه امبارح كان في امتحان وقفلت، يبقى هو جاي بيضحك، ماشي، اكيد نجح في الامتحان بتاع امبارح، يبقى هو ماست هاف باسد ذا اكزام، اكيد نجح في الامتحان بتاع امبارح. يبقى هو يا جماعه اكيد ماست هاف باسد، اكيد نجح في الامتحان بتاع امبارح، يبقى ماست والمصدر الماضي بتاعها ماست هاف. الفكره يا شباب ان انا في الديدكشن ما عنديش حاجه اسمها ماسنت، اوعى يا ريس تختار لي ماسنت، ما عنديش ماسنت. انا عندي كلمه اسمها كانت بلس الانفينيتيف، كانت والمصدر معناها لا يمكن، مش ممكن، برضو اي ام شور، انا متاكد، بس انا متاكد ان الحاجه دي ما حصلتش، يعني انا متاكد ان هو مش كده. يعني مثلا الراجل ده هي هاز تو كارز، هو عنده عربيتين. هي از بيس بور، هو فقير. ماشي، ما دام الراجل ده عنده عربيتين يا جماعه،
هي كانت بي بور، مش ممكن يبقى فير يا جماعه، فير ازاي؟ انا ضربتين، يبقى انت متاكد ان هو مش فقير. زي ما خدنا ماست والمصدر الماضي بتاعها ماست هاف وتصريف ثالث، برضو كانت والمصدر الماضي بتاعها كانت هاف وتصريف ثالث في الباست في الماضي، انا متاكد ان هو ما حصلش كذا. بص يا سنه ثالثه، هي الجمل بدرجه كبيره بتعتمد على المعنى، يعني الطالب اللي هيعرف يترجم الجمله يا ابني هيلاقي الجمله بالنسبه له مباشره وسهله، اللي مش هيعرف يترجم هيلاقي في مشكله في حل الجمله. انا دخلت الامتحان قلت لك يا عم بص، هو ذا سيف الحرامي، ذا ثيف ماله الحرامي يا ابني، ذا سيف از بيز ذا هاوس، الحرامي دخل البيت ثرو ذا ويندو، يا شباب الحرامي ده يا ابني دخل البيت من الشباك، الحرامي يا ابني دخل البيت ثرو ذا ويندو من الشباك. بصوا على الحته الجايه دي، ات ووز كلوز، لان هو كان مقفول، ات ووز كلوز هو كان مقفول. واجي اقول لك يا ريس الحرامي ده ماست انتر، شكال ماست انتر، ماست هاف انتر، ماشي، حاجة اسمها كانت انتر، ها حاجة اسمها كانت هاف انتر، الحرامي دخل البيت من الشباك، اصل الشباك كان مقفول. يبقى انت بتعتمد يا رجالة على ترجمتك للجملة، الجملة في الباست في الماضي، ما انا بتكلم ان الحرامي دخل البيت من الشباك والشباك كان مقفول، يبقى انا بتكلم في الماضي، يبقى ولا ماست انتر ولا كانت انتر. يبقى الحرامي ماست اكيد دخل البيت من الشباك، ولا كانت يعني لا يمكن يكون دخل من الشباك، لا الحرامي اكيد دخل البيت من الشباك، الشباك كان مقفول، يبقى انت احول، الحرامي ده مش ممكن يكون ابن الشباك مقفول اهو، الحرامي ده كانت هاف انتر، مش ممكن يكون دخل من الشباك، كمان الشباك مقفول، خش ازاي؟ فكل الجمل اللي هنحلها مع بعض هتلاقيها قايمه على الترجمه. هيجي يقول لك ايه ده؟ The streets are covered in sand. ده الشوارع كلها رمله. There a sand storm yesterday. كان في عاصفه ترابيه امبارح. Must have been. اكيد كان في عاصفه ترابيه امبارح. علي traveled to Alex in the morning. علي سافر اسكندريه النهارده الصبح. He is ill in the bed. ده عيان جوه في السرير. عيان جوه في السرير. يبقى هو can't have travel. اكيد ما سافرش اسكندريه، ده عيان جوه. My father walked to work today. والدي راح الشغل ماشي النهارده. His car is in the garage. عربيته في الجراج. يبقى اكيد راح الشغل ماشي مع عربيته في الجراج. Must have walked. You finished this book already. انت خلصت هذا الكتاب بالفعل. You bought it only yesterday. انت لسه شاريه امبارح، هو كتاب لونج طويل جدا. يبقى انت كانت هاف فينيش، مش ممكن تكون خلصت. فاحنا عندنا رجاله حاجه يا ابني اسمها ديدكشن، الاستنتاج. الاستنتاج بيعتمد على ترجمتي للجمله. انا واثق ومتاكد ان علي ده ولد لعيب كويس، هي ماست بي ا جود بلاير. متاكد ان هو نجح في الامتحان بتاع امبارح، ماست هاف باست ذا اكزام. انا واثق ان هو مش الحرامي، يبقى هي كانت بي ذا ثيف. الماضي كانت هاف وتصريف تاني. طبعا في الديدكشن ممكن يا ابني يجيب لك الجمله بس في ماضي، او سوري يجيب لك مبني مجهول، يقول لك مثلا زجير للبنت دي مالها؟ ماست هاف بين كيلد، اكيد اتقتلت. ماست هاف بين كيلد، اكيد اتقتلت يستر دي الاسبوع اللي فات. الجثه دي ماست هاف بين كيلد، اكيد مقتوله، اكيد يا جماعه ده مبني مجهول في الماضي. ولو نفي كانت هاف بين كيلد. لو انا يا ابني مش واثق في كلامي، لو انا يا جماعه مش متاكد في كلامي، بجيب كلمه اسمها مي. كلمه مي يعني ربما، مي بتساوي كلمه اسمها اي ام نوت شور، انا مش متاكد، انا ما اعرفش ان كان هو اللي عمل ده ولا لا، فدي اسمها يا جماعه مي. وممكن يا ابني كلمه مي دي، خلي بالك عشان الكلام ده مهم يا جماعه، مي والمصدر، مي والمصدر دي بنستخدمها في البريزنت في المضارع، يعني مي اهي ربما احتمال، مي والمصدر بنستخدمها لما اكون اي ام نوت شور، انا الباب بيخبط، ومين يا ابني على الباب؟
والله مش ما اعرفش، اي دون نو، ما اعرفش، اي ام نوت شور. مي بي عالي، ربما يكون عالي، فمي بي دي ربما يكون دي، واحد مش متاكد. خلي بالك في ناس كتير فاكره ان مي الماضي بتاعها مايت. لا يا ريس، مي والمصدر الماضي بتاعها مي هاف، والباست بارتيسيبل تصريف تاني مي هاف وتصريف تالت، ده كده الماضي بتاعها. طب كلمه مي الماضي بتاعها مايت، مايت والمصدر اهو ماشي، يعني كلمه مايت ربما احتمال، وبرده الماضي بتاعها مايت هاف، مايت هاف والباست بارتيسيبل تصريف تالت، يعني مي يا ابني بتساوي مايت. ماشي يا جماعه، مي بتساوي مايت، هما الاثنين حاجه واحده. مي مش المايت بتاعها مايت، ده مي والمصدر زي مي وزي كود والمصدر. انت متخيل ان الثلاثه دول زي بعض بالظبط، مي والمصدر ومايت وكود، هما الثلاثه اي ام نوت شور، والماضي مي هاف، مايت هاف، كود هاف وتصريف تاني. اي واحده من دول يا شباب ده احتمالات في الماضي. يا ابني كان في ماتش امبارح ومين اللي كسب؟ والله مستر الله ما اعرفش، انا ما اتفرجتش، بس بص انا شايف ناس كانت فرحان. بصوا احتمال اور تيم مايت هاف وان، احتمال يكون هو اللي كسب الماتش. اور تيم مي هاف وان، ربما يكون كسب الماتش. فانت درس الديدكشن درس صغير جدا جدا، جرامر بيجي كتير جدا في ثانويه عامه، احنا خدناه مع بعض في يونت 4 ده الاساسيه، وعدناه في يونت 10 الاساسيه، وخدناه في يونت 4 في المراجعه، وبنعيده اهو دلوقتي في يونت 10 في المراجعه. هي بس في معلومة زيادة جت مرتين في ثانوية عامة على كود هاف، ليها استخدام مميز قوي، حدث كان يمكن أن يقع، حاجة كان ممكن يحدث ولكنه لم يحدث، ما حصلش. حاجة كانت ممكن تحصل بس ما حصلتش. أنا بسألك دلوقتي، هو أنت رايح سافرت اسكندرية إزاي؟ و سبيس باي ترين، احنا كنا ممكن نسافر بالقطر، ولكن وي ترافلد باي كار، سافرنا بالعربيه. خلي بالك احنا كان في امكاننا، كان ممكن يا رجاله نسافر بالقطر، وي كود هاف ترافلد. يعني يا ابني كود هاف ترافلد، كان في امكاننا، كان ممكن نسافر بالقطر، ما رضيناش والله، سافرنا بالعربية. يبقى حاجة كانت ممكن تحصل بس ما حصلتش، يبقى كود هاف وتصريف تاني. يبقى احنا عايزين يا ابني قبل ما نخش على الدرس التاني في يونت 10 نحل على الدرس ده. ادي الموديل فيربس ماست ومايت ومي وكانت، وجيب لك تمرينات جميلة كده، نكبر السبورة بتاعتنا الحلوة عشان الخط يطلع عندك واضح، وربنا يكرمك تشوف ويبقى الدنيا عندك تمام. He is best be happy، هو سعيد. He has just won a gold medal، لسه حالا فايز بميدالية ذهب، أجل ربنا كرمه وفاز بميدالية ذهب، يبقى هو must be happy، أكيد سعيد. He be Egyptian، هو مصري. He doesn't speak Arabic، هو ما عرفش يتكلم عربي، أكيد يعني يا جماعة مش مصري، can't be، يعني ما عرفش يتكلم عربي، يبقى can't be. They have had lunch، هم اتغدوا. Their food is in the fridge، ده الأكل بتاعهم في التلاجة. هم ما اتغدوش يا ابني من الأكل في التلاجة، هم they can't have had، أكيد ما اتغدوش يا شباب، الأكل بتاعهم في التلاجة. I can't find my book، أنا مش لاقي الكتاب بتاعي. I space it at home، أنا سبته في البيت. بصوا هنا غلطان بقى، يعني أنا الكتاب مش لاقيه، أنا ممكن أقول must have left، اكيد سبته في البيت، او مي هاف ليفت، ربما اكون سبته في البيت، لان هو ما حدش فوق. هل انا اي ام نوت شور؟ فانا شايف ان الجمله دي يمشي الاجابتين، لو واثق اكيد سبته في البيت، ماست هاف ليفت. حسن از بيس هابي، حسن سعيد، ده هو لسه حالا فاشل في الامتحان. الله يخرب بيتكم، يعني بشرة ايه؟ الله يخرب، يبقى هو كانت اكيد مش سعيد يا جماعه، يضحك. وفي ناس عندها ايه بقى، خلي بالك، يسقط ويضحك. يو مستر طارق ذيس مورنينج، انت شفت مستر طارق النهارده الصبح، ده لسه في لندن، يبقى انت كده مع كانت هاف سين، اكيد ما شفتوش يعني، اجل في لندن يا ريس. ايفري وان ان ذا فوتو از ويرينج ا بيج كوت، بصوا الناس كلها في الصوره لابسه بالطو، ماشي، يبقى ات فيري كولد، الجو كان ساقع، يبقى يا جماعه اكيد ماست بي، مش ناس في الصوره يعني اكيد الجو ساقع.
زي ذا ماتش هم فازوا بالماتش. زي didn't score any goals ما جابوش ولا جون، يبقى هم اكيد يا جماعه كانت هاف وان، اكيد ما فازوش، مش ممكن يكونوا فازوا بالماتش. سوها هاف جون تو ذا بارتي، سوها راحت الحفله عشان هي هات تو ستادي، كان لازم تذاكر فول اكزامز. يبقى يا جماعه سوها دي كانت اكيد ما راحتش الحفله، راحت ازاي؟ ده هي كان لازم تقعد تذاكر عشان امتحانات. ريتال هاز ليفد ان لندن، ريتال عاشت في لندن فور 20 ييرز 20 سنه. واحده عايشه في لندن 20 سنه يبقى هي شي ماست سبيك، اكيد بتتكلم انجلش كويس. ماي فاذرز لايسنس، رخصه والدي على الترابيزه. هي ات وين هي ليفت، هو شافها وهو او هو يعني نسيها وهو ماشي. ادام الرخصه على الترابيزه يبقى هو ماست هاف فورجوتن، اكيد نسيها وهو ماشي. زير اساند ستورم، في عاصفه ترابيه. ذا ستريتس ار كفرد ان ساند، الشوارع كلها متغطيه برمله، يبقى زير ماست هاف بين، اكيد كان في عاصفه ترابيه. هي ميسد ذا ترين، هو فاته القطر. هي ويل هاف تو ويت 2 اورز انتل ذا نيكست وان، هو لازم يستنى كمان ساعتين عشان القطر اللي جاي. فهنا يا شباب الجمله دي غريبه شويه، يعني انا شايف ان هي مش ديدكشن مش استنتاج، هو فاته القطر، هو لازم ينتظر ساعتين، هو ما كانش المفروض يفوت القطر، يعني هو شود انت هاف دي احسن، يعني المؤلف الجمله شود انت هاف ماشيه، هو ما كانش المفروض يفوت القطر لان هو كده لازم يستنى ساعتين عشان قطر تاني، انما ماست هاف اكيد فاته القطر بعيده قوي، ما فيهاش استنتاج اصلا في حاجه. ات كولد زير، الجو ساقع هناك، في تلج في ارضيه الصوره، يبقى كده يا جماعه ماست هاف، بس خلي بالك بقى ات ماست هاف هاد، اكيد كان فيها تلج هنا، هو كان ممكن مكان هاد يقول ماست هاف بين كولد، يعني اكيد كان ساعنك، يعني الافضل نقول ماست هاف بين، اكيد كان ساعنك. هي هاف جون ابرود، هو سافر، اي ام نوت شور، انا مش متاكد، يبقى هو مين. هي ماد، هو مجنون. الحل اللي هو بيديه ده حل ريزنبل معقول، واحد بيقول لك يا عم احنا ممكن نحل المشكله 1 2 3، يبقى الراجل ده يا جماعه كان كبير، مش ممكن يكون مجنون، يعني مجنون ازاي؟ افتر ذا اكزام، بعد الامتحان، عمرو لوكد فيري انهابي، عمرو كان شكله مش سعيد. هي انسر بادلي، هو حل بشكل وحش، اكيد يا جماعه ماست هاف، اكيد حل بشكل وحش، ادام هو زعلان كده يبقى هو ماست هاف. Everyone is putting their umbrellas up. الناس كلها فاتحه الشمسيه. It have started raining. بدأت تمطر. يبقى must have started. أكيد بدأت تمطر. Look, the lock is broken. بص كده. إيه ده؟ ده القفل مكسور. يبقى someone broken into the house. حد اقتحم المنزل. أكيد يعني يا جماعة must have broken. أكيد اقتحم المنزل. This time next year. نفس هذا الوقت السنة الجاية. I be living in London، أنا أعيش في لندن. It's possible، ده احتمال. في نفس هذا الوقت السنة الجاية I might، أنا احتمال أكون عايش في لندن، ده احتمال. Look، بص كده. Alice keys are on the table، إيه ده؟ ده مفاتيح علي على الترابيزة. He have seen them، هو شافهم لما مشي النهاردة الصبح، يبقى هو can't have seen، أكيد ما شافهمش. His suit is made of the best material، البدلة مصنوعة من أفضل المواد. It have cost a lot of money، أكيد يا جماعة واحدة غالية جدا، must have cost، أكيد كلفت فلوس كتير. I'm sure، أنا متأكد إن climbing mountains، تسلق الجبال is very difficult، صعب جدا. It be easy to climb thousands، يبقى يا جماعة it can't be، أكيد مش حاجة سهلة إن أنت تسلق آلاف الأمتار. Most people praised the film، الناس كلها بتمدح في الفيلم، يبقى هو يا جماعه must be exciting، اكيد شيق وجميل. What a pity، يا له من شيء مثير للشفقه. He is bleeding، ده هو بينزف بشكل فظيع. He had a bad accident، هو عمل حادثه، يبقى هو must have had، اكيد عمل حادثه سيئه. He ill، هو مريض. He eats like a horse، ده بياكل زي الحصان، واحد يعني عمال ياكل. He can't be، مش ممكن يبقى مريض يا جماعه، عمال دي اكل زي الحصان. His bad exam results، النتائج اللي زي الزفت. Have frustrated his poor parents، احبطت والدي، اكيد يا جماعه جاب درجات زي الزفت، اكيد احبطت والدي.
I can remember أنا مش فاكر يا سنة تالتة where I had left my mobile. أنا سبت الموبايل فين؟ I'm not sure. أنا مش متأكد. أنا may have left. ربما أكون سبته في البيت. I searched everywhere. أنا دورت في كل مكان ومش لاقي القطة بتاعتي. يبقى it stolen هي سرقت. يبقى هي بص يا جماعة لو قلت must have stolen غلط. برضو معلش هو في ناقص حاجة. هي أكيد اتسرقت. هي must have been stolen. أكيد اتسرقت. ناقص هنا كلمة must have been. مش أنا must have been stolen. أكيد اتسرقت. هذه الإجابة. طيب all the students understood the lesson. كل الطلاب فهموا الدرس. الحمد لله يا ريس. الحمد لله مستر. It difficult هو صعب. صعب يا ابني ده. الناس كلها it can't have been. أكيد هو مش صعب. All the students understood the lessons. فهموا الدرس. يبقى هو must have been. أكيد هو easy سهل. Sarah hasn't contacted me. Sarah ما اتصلتش بيا. She my message هي قرأت الرسالة بتاعتي. يبقى يا جماعة she can't have got. أكيد ما قريتش الرسالة. He feels sick. هو بيشعر إن هو عيان. We has a sore throat. عنده احتقان في الزور. He eaten so much ice cream. ما كانش مفروض يأكل ice cream كده. ها. يبقى هو جماعة هو أكيد أكل ice cream كتير. He must have eaten. أدام هو عنده احتقان في الزور يبقى هو أكيد أكل ice cream كتير. يبقى أنا شايف إن الدرس سهل جدا جدا ومفوش أي حاجة ودرس لذيذ وسهل. اليونت فيها درس تاني. بس الدرس التاني ده أنا مش هينفع أشرحه يا جماعة. ليه شرحته؟ درس اسمه الباست هابت العادة في الماضي. الكلام ده احنا خدناه 50 مرة في الدرس الأساسي يونت 1 مع زمن الماضي البسيط. خدنا الماضي البسيط عادة في الماضي وعدناه تاني. النهاردة بنعيده المرة التالتة والرابعة. حاجة اسمها الباست هابت. يعني لو انت عندك مشكلة في الدرس ده هترجع لأول فيديو في المراجعة أول درس بتاع الماضي البسيط تتفرج عليه. ساعتها شرحنا قلنا إن في حاجة اسمها يوزد تو. يعني كلمة يوزد تو اعتاد أن بيجي بعدها الانفينيتيف المصدر. يوزد تو يعني اعتاد ان بتعبر عن عاده في الماضي. زمان وانا صغير او ولد ده هو صغير هي يوزد تو كان متعود. طبعا ساعتها قلنا يا ابني ان هو يوزد تو بي. لو قال لي يوزد تو خباك يوزد تو مصدر. لو قال لي بات ناو يعني دايما يا جماعه نقول يوزد تو اعتاد ان واجيب بعدها مصدر. بات ناو كنا دايما بنجيب حاجة اسمها don't و doesn't. دايما بنجيب حاجة اسمها don't و doesn't. ده now. إلا اللي فيها verb to be بنجيب isn't. فخلي بالك من الكلام ده. الآية كل أفعال تاخد don't و doesn't إلا اللي فيها verb to be بتاخد isn't aren't. طيب خدنا إن في حاجة اسمها no longer لم يعد بطل خلاص ما بقاش ودي بتاخد present simple مضارع بسيط. هي نو لونجر ما بقاش سموكس يدخن يعني كأن يوزد تو سموك. انما لو قلنا هي دازنت سموك. لو قلت يا سنه ثالثه هي دازنت سموك يعني جبتها منفيه. يبقى هو دازنت سموك ما بقاش يدخن. كلمه اسمها اني لونجر او كلمه اسمها اني مور. ارجع للفيديو الاول بتاع الباست هابت. انا بقول لك اهو ارجع للفيديو الاول موجود عندك في المجموعه بتاعت المراجعه. any more او any longer. خدنا حاجة اسمها was aware. واحنا خدنا هناك حاجة اسمها was aware in the habit of. was aware in the habit of كان معتاد على ودي بتاخد ing. was aware in the habit of بتاخد ing بتساوي was aware accustomed to. was aware accustomed to برضو بتاخد اي طيب. نجي. لما قلنا يا ابني العادة في الماضي بحاجة اسمها was where used to كان معتاد على. خلي بالك عشان used to هنا طلع بدورين. في used to بس بالمصدر اعتاد ان وفي حاجة اسمها was aware. was aware used to كان معتاد على بتساوي كلمة اسمها got used to became used to grow used to بتاخد بعدها ing. طيب العادة في المضارع بنحط حاجة اسمها am with are. am with are used to. هتقول يا مستر هو الراجل ده فاضي مع الدرس اللي خدناه ده احنا حفظناه يا مستر. ده احنا خدنا used to عادة في الماضي وحفظنا لما يعني زينا.
هو بيجيب لك كل الكلام ده عشان حاجة واحدة بس اسمها وضو المصدر. طبعا النفي بتاع used to اللي هو didn't used to، السؤال او never used to، يا جماعة ينفع الاثنين، السؤال did مع used to، ماشي؟ طيب ده كله احنا خدناه. هي بقى الفكرة كلها فين بقى يا شباب؟ اهي ادي الفكرة يا ابني كلها، ان هو عايز يعمل مقارنة بين used to اعتاد ان وبين حاجة اسمها وضو المصدر. ده اللي هو خلاه يعيد الدرس تاني عشان يعمل يا سنة تالتة مقارنة بين used to، يعمل لنا يا ابني مقارنة بين used to اعتاد ان وبين حاجة اسمها وضو المصدر. فانت دلوقتي لازم تكون مركز جامد جدا في الجزئيه اللي انا هشرحها دي. يبقى احنا يا شباب هي الفكره كلها يا ابني المقارنه بين used to وبين وضو المصدر، هي دي الفكره كلها. هو عايز يقول لك يا ريس ان هما الاثنين بيعبروا عن عاده في الماضي، بس هي وضو المصدر ليها كذا شرط يا ابني. اول شرط لازم كلمه يا ابني وضو المصدر يجي معاها حاجه اسمها when I was young، لما انا كنت صغير. يعني دايما يجيب وقت حدوثها. الحاجة دي حصلت امتى؟ وانا صغير، لما كنت في اسكندرية، لما كان عندي 10 سنين. فلازم وانت عشان تختار وضو المصدر يجيب لك وقت حدوثها. عارف لو ما جابش وقت حدوثها ما اختارهاش، اختار used to. فخلي بالك من الشرط الاول، لازم يجيب يا ابني، لازم يجيب وقت حدوثها، دي مهمة جدا. الحاجة التانية ان وضو المصدر في افعال معينة هي ما بتجيش معاها، زي كلمة بي يكون، نو يعرف، اون يمتلك، هاف يملك، لايك يعني يبدو، لاف يحب، ريميمبر يتذكر، بلونج في افعال ثبات، ليف يعيش، كلمه، الحاجات دي يا جماعه ما تجيش معايا. يعني انا دلوقتي انا وانا صغير بروح العب كوره كل جمعه وارجع، دي تاخد وضو المصدر عادي، دي عاده متقطعه. بزور عمي كل شهر، دي تيجي. انما ما ينفعش لك وانا صغير انا كنت عايش في اسكندريه، لا ما ينفعش. وانا صغير كان عندي عجله، ما ينفعش. وات كل الحاجات دي تاخد used to. فالناس تركز يا جماعه عشان الكلام ده مهم جدا في الامتحان. وضو المصدر ليها شرطين مهمين جدا، لازم يقول لي وقت حدوثها وانا صغير، وانا لو ما جابليش الكلمه دي اختار used to. وفي افعال الثبات دي اللي عندي تاخد used to. يعني دايما يقول للطالب لو في الاختيارات هما الاثنين موجودين دايما هناخد يا ابني هناخد used to. طب نشوف الاختيارات يا ابني اللي عندي. My father a really sporty person، والدي ده كان فعلا شخصية رياضية لما كان في الماضي زمان. أنا عايز عادة، ففي وضو المصدر و used to، بس هنا بي يكون الأفعال اللي ما بتجيش مع would، يبقى used to be. طيب In my first year at university، في أول سنة في الجامعة، I space for an hour every morning، كنت بجري ساعة كده كل يوم الصبح قبل الفطار. دي عادة في الماضي، يبقى أنا would run عادي تمشي معاها. Last year، السنة اللي فاتت، I spaced the university boxing team، أنا انضميت لفريق البوكسينج بتاع الجامعة. و really started، وبدأت أتمرن. ده يا جماعة مش عادة بقى. السنة اللي فاتت I joined، التحقت بفريق الجامعة، ماضي بسيط عادي. During that time، أثناء هذه الفترة، I space to spend at least 2 hours in the gym every day. كنت بحب قوي يا جماعه ان انا اقضي ساعتين في الجيم. كلمه يحب ما تجيش يا ابني، يبقى used to like، ما تجيش مع would. When I started my training، لما انا بدات التمرينات بتاعتي، I space my diet completely. لما انا بدات التمرينات I change it. دي كده يا جماعه مش عاده، دي حاجه حصلت مره واحده، غيرت النظام الغذائي بتاعي. When I was a child، لما كنت طفل، I like peanuts. أنا لما كنت طفل يا جماعة أنا didn't used to like. لما يكون في نفي برضو ما أجيبش wouldn't، الأحسن أجيب didn't used to. In the morning، في الصباح كان بيحصل يا جماعة، he sit on the front porch and read. في الصباح الراجل ده كان متعود، هو يا جماعة كان used to، ما فيش used to عادي، هنا ممكن أجيب would sit، كان بيقعد كده ويقعد يقرأ عادي. لان was used to بتنفع عاده في الماضي بس عايزه ing، وبرده دي عايزه ing ودي ما فيهاش تو. اني جمله مش صح. She would call me after class to chat، هي اتصل بيا بعد الفصل عشان نعمل شات مع بعض. She used to call me after class to chat.
I used to have very blonde hair. I would have very blonde hair. طبعا دي الغلط I would have، لان لما بتيجي بمعنى يملك ما يجيش معاها would، يبقى دي اللي هختارها عشان هو عايز الاجابه not correct. I wear glasses when I was at university. انا البس نظاره وانا في الجامعه. انا didn't used to wouldn't، قلنا في النفي لا بلاش wouldn't، يبقى انا يا شباب انا didn't used to، ما كنتش متعود البس نظاره وانا في الجامعه. didn't used to. When the weather was bad، لما الطقس كان سيء، I stay home and read comic books. انا كنت used to stay او would stay عادي، يعني ينفع يا جماعه A و B، عادي ينفع الاثنين. طيب how many friends، كم عدد الاصدقاء is this have، يبقى did you used to have، كان دايما متعود يكون عندك كم صديق. ها how many friends did you used to have، كان دايما يبقى عندك كم صديق. ايه الجمله اللي مش صح؟ I didn't used to like cheese when I was young، دي صح. I didn't used to walk a home after، دي صح. As a child I would hate، دي حاجه ثابته، لا دي اللي هي دي اللي غلط. When I was a child، وانا طفل يا رجاله، we live in countryside، دي حاجه ثابته، يبقى احنا used to live، كنا متعودين نعيش، ما ينفعش would معاه. On Sundays، ايام الحد، my mom woke us up and cook pancakes، كانت مام دايما يعني صحينا، ينفع يا جماعه A و B عادي. My brother and I، انا واخويا، space fight all the time، كنا احنا used to، ما فيش used to، يبقى احنا would fight، كنا بنتقاتل، بس دي غلط برضه يا جماعه. هو مش عارف هو جايبها كده ازاي، لما انا واخويا، لان هو مش جايب هنا وقت حدوثها واحنا صغيرين وبتاع، فهي الجمله دي كده غلط. الحل الصح بتاعها ان يحط هنا used to عشان تبقى الجمله صح وتبقى دي الاجابه. ها ممكن هاد هنا ممكن نخليها فايت مش فعل، يعني قتال، يعني ممكن تبقى قتال برضه. اقول ان انا واخويا كنا هاد فايت اول ذا تايم، بس يقول امتى، يعني لازم يجيب وقتها. لما انا كنت صغير I didn't منفيه، يبقى didn't used to، لازم خلي بالك didn't use بس. I all my free time playing football، انا كنت متعود، انا يا جماعه كنت متعود used to spend، used to spend، هو هنا كان ينفع اقول usually spend، يعني لو كان هنا usually قبل spend كانت تمشي معانا. I watch tennis on television، انا اتفرج على التنس في التلفزيون either، but now I love Wimbledon، انا يا شباب ما كنتش متعود اتفرج على التلفزيون حتى، ودلوقتي بتفرج. يبقى انا يا جماعه دلوقتي، الاول انا didn't used to love او watch، ما كنتش بتفرج. My grandmother جدتي tell me story every night before I went to bed، my grandmother كانت هي شباب before I went to bed، يبقى هنا used to be، لا used to، هي ممكن would tell بقى، would tell، ما ينفعش ما غير هي would tell بس. His brother ride a bicycle very often، هو الراجل ده فين بقى؟ didn't used to، ما كانش متعود. هو في ناس تتكلم على wouldn't تنفع في النفي، بس الاغلب لا، يعني فهي didn't used to كانت احسن. We in the country، احنا في الريف، but now we live in the city، احنا شباب الاول used to live in the country، متعودين نعيش في الريف. Tourists، السياح، to drive in this area in the bus، الناس السياح used to come to، متعودين يجوا هذه المنطقه ان هم يختصوا فيها. There enough facilities for local people، there used to be، there used to be enough used to be، بس هنا مفيش مش سامعها، سوري used to be غلط، يبقى didn't used to be هي دي الصح. A lot of local people، كثير من الناس المحليين، to the beach every weekend but it's much quieter now، هما كان زمان الناس دول used to come، كانوا متعودين يجوا الشاطئ، بس دلوقتي الدنيا بقت هاديه. We a lot of trees near the sea but now they are gone، احنا كنا متعودين used to have، كنا متعودين عندنا شجر كتير، ما ينفعش have تيجي مع would. There a limit on the number of divers، there used to be، هل هنا يبقى didn't used to be، ما كانش متعودين يكون في حد على عدد السواقين. local people، الناس المحليين يا شباب، used to complain،
متعودين يشتكوا عن السياحة في مدينتهم، بس دلوقتي خلاص الحمد لله زيدونت ما بقوش يشتكوا. Father said والدي بيقول when I was in your age لما كنت في سنك I used to go كنت بتعود أروح للبراكتس جيمز. When my brother was 5 لما أخويا كان عنده 5 سنين he not watch all كان used to متعود فرج على كل الأفلام. They too في عندي فوق كلمة too spend the feast with us every year كانوا متعودين يقضوا العيد معانا لغاية ما عزلنا. لما أنا كنت صغير يا رجالة we live in a small village نعيش في قرية صغيرة يبقى احنا used to live. He used to work كان متعود يشتغل كدكتور now he doesn't دلوقتي بقاش يشتغل. Passengers used to get any طبعا any دي منفية هم didn't used to ما كانوش متعودين. My elder brother أخويا الأكبر مني watching a movie on his computer last night يبقى الجملة ماضي مش عادة يبقى enjoyed بس دي مش عادة هو enjoyed. لما كنت صغير يا ابني أنا أعيش في قرية أو في شقة صغيرة يبقى أنا used to live used to live كنت متعود أعيش في شقة صغيرة. دلوقتي الحمد لله بقى عندي فيلا. تدريبات لونج مان I up early on Fridays أنا أصحى بدري أيام الجمعة ولكن دلوقتي أنا بحب get up early أصحى بدري كل يوم جمعة. فهنا الجملة يا جماعة إن أنا كنت متعود أصحى بدري يوم الجمعة ولكن دلوقتي أنا بحب إن أنا get up early أصحى بدري every day. فهي الفكرة إن أنا دلوقتي ها يبقى أنا يا جماعة didn't used to get ها معنى الجملة عشان بس هما في اتنين قريبين ينفع جوت واحد بيقول أنا كنت متعود أصحى بدري يوم الجمعة ولكن دلوقتي بحب أصحى بدري كل يوم ولا أنا ما كنتش أصحى يبقى أنا يا جماعة didn't use دلوقتي بتحب أصحى بدري كل يوم. كمال by train yesterday I have no accurate information هو الراجل ده محتمال يكون سافر بالقطر أنا ما عنديش معلومات دقيقة يبقى هو might have traveled. Space has arrived on time هو وصل في ميعاده haven't they خلي بالك دي جملة صعبة على السؤال المزيل. السؤال المزيل ده احنا نقعد نشرحه بقى بالتفصيل في الجرامر التراكمي. فأنت عايز تقول يا جماعة إن هي طبعًا having دي منفية يبقى عايز هنا جملة مثبتة. يبقى everyone has arrived هي دي بتيجي تاخد فعل مفرد الضمير جمع. The tourist السائح is based the map he found himself in a complete different town. لقى نفسه في مكان مختلف يبقى هو كان تهاب أكيد ما مشيش ورا الخريطة. إجابتك مليانة أخطاء. You is based it well. You can't have it checked. أو you had to check it well. هنا في إجابتين ينفعوا يعني أنت إجابتك دي كلها مليانة أخطاء. أنت مش ممكن تكون راجعتها كويس. You can't have it checked it well. هي دي ما كانش فيه يجيبها يعني. Why did you visit him suddenly؟ وأنت زرته فجأة يا ابني. You given him a ring at first. You should have given كان المفروض تديله رن الاول. He on time هو يصل في الميعاد because he missed his usual early train. هو يصل في الميعاد عشان هو فاته القطر اتعود عليه. يبقى هو يا جماعه couldn't have arrived. اكيد ما وصلش في ميعاده لان هو فاته القطر اللي هو بيتعود عليه. This temple المعبد ده important مهم. بيزار بواسطة مئات من السياح كل يوم يبقى أكيد must be أكيد مهم. كل واحد بيفتح الشمسية يبقى هي يا جماعة must have started أكيد بدأت تمطر. ركز نوع الشباب وصحصح يا ابني خلي ربنا يكرمك اوعى تنام بنحل كتير عشان المعلومة تثبت في دماغك. My father والدي to work when he was young والدي يروح الشغل وهو صغير يتمشى دلوقتي بيستخدم عربيته يبقى هو يا جماعة كان دايما would always walk ها يبقى هو دلوقتي يا جماعه كان وود اولويز ووك. از بيس فوتبول وين هي واز ا تشايلد هل هو ديد هي يوز تو بلاي. طيب هي نو لونجر سموكس هو خلاص يا جماعه ما بقاش يدخن از هي زي ما كان هو يوز تو دو كان متعود يدخن. ذا كار ريبيرد ويل العربيه صلحت كويس. ات بروك داون اجين يبقى العربيه يا جماعه كانت هاف بين اكيد ما صلحتش كويس. No one has invited her to the wedding party. ما حدش دعاها لحفل الزفاف. فأنا هعمل هنا يا شباب No one has invited her. خلي بالك دي
هتطلع المفروض تطلع بهازنت، بس نو وان دي منفيه يبقى هاز زي، عشان هي يا ابني نو وان بتاخد هاف يبقى هاف زي. انا هازنت ارايفد ييت، انا لسه ما وصلتش، يبقى شي ذا ترين هي فاتها القطر. مين اللي يعرف؟ يبقى مايت هاف ميز، ربما يكون فاتها القطر. I regret making that silly mistake. أنا والله ندمان إن أنا ارتكبت هذا الخطأ الفظيع. I space have quarreled with my friend. I shouldn't. ما كانش مفروض أتخانق مع صديقي. Space his illness. مرضه. حاتم ده أصر على تكملة مهمته. بالرغم من despite. على الرغم من مرضه أصر إن هو يكمل مهمته. She be happy. هي سعيدة. She has just passed her final exam. يبقى she must be happy. لسه معدية الاختبار يبقى أكيد سعيد. أمين ده traveled by work by bus. سافر بشغله بالباص. He not by train as usual. He could have traveled. كان ممكن يسافر كالمعتاد. Could have traveled. تامر didn't. تامر يا شباب ماله يا ابني تامر. Didn't attend the party. يلا يا عم في تامر ما حضرش الحفلة. هي invited هو مدعو، يبقى يا جماعة can't have been أكيد مش مدعو. My father left for work. والدي سابش للشغل يلا. And he not to take his mobile phone. I found it in the living. يبقى هو must couldn't have remember. مش ممكن يكون افتكر ياخد معاه الموبايل، لأن هو أنا لقيته في الليفينج روم. واحد اسمه سمير بيقول له I got full marks. أنا جبت الدرجات النهائية في الفاينل exams لما نجحت في الجنرال سكند سكول. قال له so you know to join the faculty. يبقى انت اكيد you must have جبت الدرجات النهائيه، يبقى انت اكيد اتحقت بالكليه اللي انت عايزها براحتك. اماني didn't come to school yesterday. اماني ما جاتش المدرسه امبارح. she have been ill. هي عيانه. I will contact her. انا هتصل بيها عشان اعرف السبب غيابها. يبقى ده ما جاتش يا شباب، يبقى هي must اكيد must. I will contact her to know the reason. بص والله هنا يعني هي تنفع must to might. انا شايف ان هو ما حددش. البنت اماني ما جاتش المدرسه امبارح، انا she might ممكن تكون عيانه فاتصل اعرف السبب. لسه ما اعرفش، مش متاكده يعني. اني جمله is correct صح؟ الاولاد اكيد اتسمموا عشان الطعام اللي هو غير منتهي الصلاحيه، كلهم اصبحوا seriously ill and eating. فهما مش must have poison دي لا، وهنا should have been ولا can't have been. الاولاد اكيد اتسمموا لان الطعام كله، يبقى هي دي يا شباب صح. اني جمله مش صح؟ you can't have met سمير in Cairo because he is. دي صح. the young man must have been rewarded for his great. دي صح. summer should have missed the train because she arrived at the station too late. تامر must have kept in hospital because he was يبقى هي دي يا جماعه، مش اسمها should have، هي must have. انهي جمله بتبين عدم التاكد اللي فيها might او may؟ حاتم ده may arrive on time. the player might have او في واحده ما بتبينش اللي هي طبعا must، اكيد دي هي اللي ما فيهاش unnecessary عدم ضروري. ياسر would always go to the cinema on Thursdays. ده كان متعود يروح السينما، يبقى يا جماعه is used to. لا هو مش is used. سامر ده would always go to cinema. he is used to going to cinema. he used to. دي متعود ان هو يروح، هي دي الاجابه السويه. طيب which of the following shows regrets. اني واحده بتعبر على ندم. رامي should have been careful. might have كانت، يبقى الندم هو كان should have been careful، المفروض كان يبقى حريص. هي دي بتعبر عن ندم. يبقى احنا كده بالنسبه ليونت 10 الحمد لله خلصناها وحلينا كتير، ولسه نزل لنا حل المعاصي. يعني بص انا شايف الصراحه كميه الحل في المراجعه دي كتيره جدا جدا، بحلم مصدرين والاثنين مليانين جمل وافكار. فاي طالب شاطر بيتفرج بحماس ومركز، ما في ناس نايمه، انما اللي بيفرج وبيركز في الجمل وهو يحل وبعد كده يعلم اكيد بيفرق معاه وبيفرق الدنيا ماشيه ازاي. فيا رب يا جماعه تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وربنا يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.